علي عبد الله صالح خارج البلاد بهدف العلاج في السعودية. من جانبه قال أحمد الصوفي المستشار الإعلامي للرئيس اليمني إن صالح سيظهر في وسائل الإعلام بعد يومين. ولمزيد من التفاصيل عن المشهد السياسي في اليمن معنا مراسلنا أحمد الشلفي من صنعاء. إليك أحمد. نعم، سأبدأ أولا من حيث الميدان. تصعيد الميداني واضح أن هناك تصعيدا كبيرا الآن، خاصة خلال الأيام القادمة. هناك نية من قبل الثوار في ساحات التغيير سواء في العاصمة أو في 16 محافظة يمنية إلى هذا التصعيد. كان هناك دعوة من اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة الثلاثاء غدا لجعل الثلاثاء يوم مسيرات نحو مقرات الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، وذلك يعني التنديد بكل ما يصفه هؤلاء الثوار بالجرائم التي يرتكبها النظام، وأيضا بمناسبة أن لجنة من الأمم المتحدة أيضا ستزور صنعاء في الغد. أيضا كان هناك اليوم مسيرة مليونية دعت إليها اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية. هذه المسيرة هتفت بالمجلس الانتقالي، ولكنها أيضا نددت بالتدخل السعودي الأمريكي بشؤون اليمن، ثم دعت بقايا النظام كما تقول إلى الرحيل، وأيضا هتفت ضد نجل الرئيس وضد أقاربه في الأجهزة الأمنية والعسكرية. بالنسبة أيضا للحوار السياسي، طبعا لا زال الأمريكيون يبذلون جهدا حتى هذه اللحظة في هذا الحوار. من الواضح أن هناك طبعا اختلافات في وجهات النظر، ولكن هناك ربما اتفاق في الجانب من ناحية الجانب الأمريكي وحتى المعارضة حول نقل السلطة، وهناك ما يشير إلى أن نقل السلطة قد يكون من خلال يعني هذه التوافقات بين من يوصفون بحمائم النظام والمعارضة السياسية برعاية أمريكية وأيضا دولية. بالنسبة أيضا لما قيل حول الشائعات التي تحدثت حول عودة الرئيس اليمني أو ظهوره على وسائل الإعلام خلال 48 ساعة، ليس هناك طبعا ما يؤكد ذلك كما تحدثنا في السابق، وحتى اللحظة لا زال الحديث حول صحة الرئيس من عدمها، حول عودته من عدمها، ما زال يعني مثار جدل ومثار شائعات حتى هذه اللحظة، خاصة وأن الأمر منوط بالكثير من التكتم والكثير من السرية حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، كنت معنا من صنعاء.